مع عفيف زطيم نائب رئيس وكالة الديمقراطية المحلية المنظمين الملتقى هدية. الملتقى هدية انطلق من البارح باستقبال معنا ممثلين على جمعيات ضمن مشروع ريدي اللي هو يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى شباب في 5 بلدان من المتوسط، وكانوا هما نزلوا علينا ضيوف البارح. وكانت الحقيقة فرصة باهية لأنه لقاء هدية مجموعة من الشباب في البرنامج هذايا اللي هو برنامج متنوع، معناتها انطلقنا بزيارات معناتها اللي بجولة في المدينة عن طريق الاستعمال معناتها البسيكل كانوا على الدراجات. حبينا معناتها يكتشفوا معالم المدينة بطريقة معناتها مجدة وفيها حفاظ على البيئة. وتعرفوا اللي اليوم مدينة القيروان هي تشجع على استعمال الدراجة خاصة للزائرين متاحة. اليوم كانت الحقيقة معناتها منذ الصباح انطلقنا في العديد من الورشات اللي هي ورشات تكوينية حول التغير متاع المناخ، بعد باش نشوفوا زادة ورشة تكوينية أيضا على المحور متاع كيف أنه نتابعوا مسألة الأهداف التنمية المستديمة هذه على المستوى المحلي. وهذه الحقيقة المقاربة اللي حابين نشوفوها معناتها في البرنامج هذية، كيفاش اليوم الشباب بحضور أيضا ممثلين على السلطة المحلية اللي هما البلديات، معناتها من بلدية المهدية وبلدية القيروان شركاء المشروع أوترومان، كيفاش اليوم ينجموا نحكيوا على حلول على المستوى المحلي يكون فيها الأطراف الكل تكون شريكة. السلام عليكم، احنا هنا في كيروان، احنا واحد لورغانيزاسيون من إيطاليا من بريشا، اسوسياسيون بير لامباشاتا دي لا ديموكراسيا لوكال زافيدوفيتشي. احنا هنا مع واحد البروجي على قبل واحد البروجي، بروجي ريدي. هذا البروجي كي يتكلم على لو كليما تشينج، كنديروا بليزيور اكتيفيتي احنا باش نحاول نشانجيو لا مونتاليتي باش يفهموا بان لا سيتواسيون غراف بور لو كليما. حنايا بهذا البروجي درنا بليزيور اكتيفيتي مع لي جون، غادي دابا نديرو دي زاكتيفيتي مع لي زيكول باش هاد الموضوع نتكلموا فيه بالاهتمام الجامعي. وي دونك حنايا كنفضلوا نهضروا مع لي جون، مع لي جون باش هما الا كانوا كلهم فاهمين هذا الموضوع هما بجهدهم يوصلوا لا بوليتيك. فاش درنا لي بروجي تونس كانت هي اختارت تدخل معنا في هذا لي بارتناريا، دونك هنا ايطاليا، البرتغال، تونسي، لبنان، اي الدا فرنسا. عبد العزيز مصلح، المنسق الوطني لمشروع اوترومون، ونخدم في احد شركاء اللي هو الشريك التنفيذي لمشروع اوترومون اللي هو الجمعيه الاوروبيه للديمقراطيه المحليه. اليوم عندنا ورشه مشتركه نقوم بها ما بين مشروع اوترومون ومشروع ريدي اللي كانت تميتيت تعرف به، وهو على أهداف التنمية المستدامة. أوترومون هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع بلدية ستراسبور، بلدية القروين، بلدية المهدية وجمعيات أخرى من فرنسا ومن تونس. ونخدموا فيه على التهيئة العمرانية برنسيبالمون. دونك التهيئة العمرانية فيها إنشاءات باش تصير في القروين ومهدية، دونك تحسين تاع الفساد تاع المدارس، الممشى تاع الساقين في عديد المناطق، ومتاع البسكليتات زادة، دونك باش يكون فما ممشى تاع البسكليتات في المهدية وفي القروين في عديد المناطق. فما تحسين كما قلنا في فساد تاع المدارس، فيه تكوين مستمر للبلديات الزوز للاعضاء الموجودين في البلديه، قبل كانوا اعضاء مجالس البلديه، حاليا ولاو حتى مع الاداره، مع الناس اللي تخدم في الاداره والاعضاء في البلديه الكل، ومعاهم زيادة المجتمع المدني اللي محيط بالمشروع، محيط بالاشغال تقوم فيها البلديه. دونك منه تكوين، منه حملات تحسيسيه، منه تمويل لمشاريع صغرى تهم البسكليت. العلاقه الموجوده بين الزوز مشاريع هذيا هي متمثله في حاجتين، الاولى هي الجمعيه الاوروبيه للديمقراطيه المحليه اللي هي تخدم برشا مع بلدية القروين، فجل المشاريع تقريبا أو أكثر المشاريع اللي تخدم فيهم الجمعية الأوروبية للديمقراطية المحلية موجودين في القروين، أو القروين هي شريكة فيهم، مجتمع مدني وبلدية كذلك، والوكالة الديمقراطية المحلية اللي هي تم بعثها
من طرف الجمعية الأوروبية للديمقراطية المحلية من جملة 15 وكالة للديمقراطية المحلية منهم 14 في الأوروب دوليس دونك أوروبا الشرقية ومنهم زوز موجودين في شمال أفريقيا. بدينا بالوكالة للديمقراطية المحلية اللي هي كانت حاضنتها البلدية دونك هي تحلت في وسط البلدية والبلدية كانت شريكة في بعث وكالة الديمقراطية المحلية وبعد وحلينا كيف في 2016 وبعد حلينا وكالة الديمقراطية المحلية في المغرب وتشمل الأشغال على شمال المغرب المغرب المملكة المغربية. فهذا هو العلاقة بين زوز مشاريع هي كما قلت لك الجمعية الأوروبية للديمقراطية المحلية والوكالة الديمقراطية المحلية. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.